بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة الجديدة، طبعا المحاضرة المختصرة القصيرة التي ستتحدث عن موضوع مهم من مواضيع علاج الجذور، وهو ما يسمى بالإلكتريك بالب تيستر أو فحص اللب الكهربائي أو إلكتريك بالب تيست. طبعا كمقدمة سريعة سنتحدث هنا عن بعض الأشياء. من هذه الصورة نلاحظ أن الجهاز هو عبارة عن بروب يلامس سطح السن لقياس درجة وجود vital nerve fibers، ألياف عصبية حية. طبعا بعض الأجهزة كما نشاهد في هذا الجهاز، نشاهد أن لدينا مأخذ واحد فقط من الجهاز، ولذا يجب على المريض أثناء القياس عندما يلامس سطح جهاز الاختبار، عندما يلامس سطح السن، على المريض أن يلمس هذا الجهاز حتى تكتمل الدارة الكهربائية. في الأجيال الحديثة بدأ هناك تطور، فأصبح لدينا هناك مخرج آخر يسمى ليب كليب أو علاقة الشفة، يعلق على شفة المريض، وبالتالي لا داعي لأن تلمس أصابع المريض هذا الجزء. في بعد هذه هذا المدخل السريع سنبدأ بالمحاضرة إن شاء الله. يجب أن يعتبر طبيب الأسنان أن اختبار اللب الكهربائي is an integral part، هو جزء جوهري، جزء مكمل لمجموعة الاختبارات التي نقوم بها في any dental practice، في أي ممارسة سنية نقوم بها. طبعا جهاز اللب الكهربائي أكثر ما يقوم به هو تحديد وجود pulpal nerve fibers، vital pulpal nerve fibers، حالة الألياف العصبية الموجودة داخل السن، لكنه لا يقدم أي معلومات عن الهيستولوجي الخاص بالسن أو عن درجة تطور المرض السني الموجود داخل البلب. إذا الفيتاليتي تقاس دائما بسلامة الفاسكولار سبلاي وليس بوجود nerve fibers. الآن اختبار رائز اللب الكهربائي مثله مثل باقي الاختبارات، يمكن أن يعطينا ما يسمى false positive responses، ويمكن أن يعطينا ما يسمى false negative responses. بعض الحالات التي نحصل على فيها على false positive responses is partial pulp necrosis، فوجود تموت في اللب السني، وكما نعلم أن وجود تموت لجزء معين داخل القناة يتطلب منا إجراء root canal treatment، لكن رائز اللب الكهربائي قد يعطي ان السن فايتل فقط لوجود بعض النهايات العصبيه التي تستجيب لرائز اللب الكهربائي. النقطه الثانيه هي البيشنتس هاي انكزايتي، بعض المرضى القلقين الذين يعانون من الخوف من علاج الاسنان ومن اختبارات الاسنان سوف يعطي نتيجه ان السن سوف يعبر ان السن vital وهذه تسمى positive response ولكنها false بسبب قلق المريض الذي أدى إلى نتائج positive ولكنها خاطئة، ليس لها أساس من الصحة، فقد يكون السن necrotic ولكن خوف المريض أثر على نتيجة الاختبار. النقطة الثالثة تسمى ineffective tooth isolation، وجود السلايفا، وجود تماس مع الأسنان المجاورة، وجود جزء معدني ملامس للسن المراد فحصه، كل هذه الأشياء سوف تؤثر على نتيجة الاختبار، وبالتالي يجب أن يكون هناك عزل تام، هناك يجب أن يكون drying، لا يكفي أن نعزل السن، وإنما أيضا نجفف السن. النقطة الثالثة contact with metal restorations، كما نعلم كما قلت قبل قليل أن metal restorations ناقلة للتيار الكهربائي، وبالتالي عندما يتماس البروب الخاص بجهاز اختبار اللب الكهربائي مع الترميمات المعدنية فسيحدث انتقال الكهرباء عبر هذا القسم المعدني، وقد نأخذ نتيجة false positive من سن مجاور. كما ذكرت هناك ما يسمى negative responses أو الاستجابات السلبية، false negative responses الاستجابات السلبية الكاذبة، فتحدث في حالات كثيرة مثل عندما يكون لدينا ما يسمى complete obliterations of root canal system أو ما يسمى calcific metamorphosis أو التكلس الكامل للقناة الجذرية، يعطي نتائج على أن السن نيكروتيك وفي الحقيقة هو غير ذلك تماما. النقطة الثانية recently traumatized teeth، الأسنان التي تعرضت حديثا إلى الرب يمكن أن تعطي قراءات خاطئة ويجب إعادة الاختبار بعد 3 أسابيع للتأكد فعلا من وجود حيوية للسن أو تموت للسن. النقطة الثالثة عندما تكون لدينا الدرة الواسعة أو ما يسمى
immature or immature apex أو الذروة المفتوحة. النقطة الرابعة، بعض المرضى يستخدمون من أدوية قد تؤدي إلى increasing in pain or threshold pain، رفع عتبة الألم عند المريض، وبالتالي يصبح يحتاج إلى كميات كبيرة من التيار الكهربائي أو درجات عالية من التيار الكهربائي لإحداث استجابة في هذا السن. النقطة الأخيرة هي ما يسمى poor contact of pulp tester to tooth، ما هو ليس هناك تماس جيد بين البروب وبين سطح السن. كما قلت وكما ذكرت وكما سنعيد دائما أن الإلكترونيك بالب تيستر doesn't reflect histologic health or disease status of the pulp، لا يعكس أبدا حالة نسيجية للسن ولا يحدد أبدا الحالة المرضية للب السني، إنما ما يعمله فقط هو تحديد وجود nerve fibers حية أو سليمة. كما ذكرنا وجود هو فقط تأكيده فقط على وجود نهايات عصبية حية vital nerve fibers. دائما يجب أن نركز أن يكون لدينا في الاختبارات التي نقوم بإجرائها لدى جميع المرضى هناك ما يسمى الكنترول توث أو السن المرجعي. كما في اختبار البرودة مثلا فلا نلجأ لإجراء اختبار البرودة على السن نفسه، إنما يجب أن نجري الاختبار أولا على نايفرينج توث سن مجاور، كنترول توث in the upper jaw if we are working on the lower jaw. كم بهذه الكيفية نطبقها تماما على الإلكتريك بالب تيستر، يجب أن يكون لدينا كنترول توث نجري عليه الاختبار. الدراسات بالمعظم تقول أن دقة جهاز اللب الكهربائي أو مصداقية قراءات جهاز اختبار اللب الكهربائي أو الإلكتريك بالب تيستر كانت في حالات النيكروتيك بالب، بحيث توافقت نتائج الإلكتريك بالب تيستر مع نتائج اختبار البرودة واختبار الحرارة، وبالتالي القراءات تكون أدق ما يمكن في حال تموت اللب. الإلكتريك بالب تيستر will not work until the probe is placed properly on the buccal surface or bridge properly to the natural tooth structure. طبعا كلمة bridge ما هو يعني ما الفرق بين contact with tooth structure وما الفرق بين bridging to tooth structure. الكونتاكت هو ما يسمى direct contact عندما يلمس البروب سطح السن بشكل مباشر، يسميه direct bulb contact direct contact. أما بعض الحالات التي لدينا restoration كمثلا crown على molar ولا أستطيع أن ألمس tooth structure، فأستعين بما يسمى endodontic extruder وأقوم بعملية bridging. Bridging سأتركها للشرح بعد قليل. هذا الجهاز الذي تشاهدونه في الصورة في الأسفل لديه جزئين، جزء هوك كالموجود في الإبكس لوكيتر، هذا يعلق على شفة المريض، والجزء الآخر الذي تشاهدونه هنا هذا الجزء هو الذي سيلامس سن المريض، هذا الهوك للليب أو ما يسمى الليب كليب أو علاقة الشفة. بعض الأجهزة القديمة لم يكن فيها هذا الجزء، هذا الجزء الثاني، كنا نعتمد على أصابع المريض في لمس هذا الجزء مثلا حتى تكتمل الدارة الكهربائية. فجهاز اللب الكهربائي لن يعمل في حال إذا لم تكن هذه القطعة على الشفة وهذا على تماس جيد مع سطح السن، أو المريض بدل هذا الجزء المريض يمسك بأصابعه هنا على هذا الجزء مثلا. كل سن يجب إجراء اختبار اللب الكهربائي كما قلت وسأقول أنه يجب أن يكون well isolated and well dried، مجفف بشكل جيد معزول بشكل جيد. هناك مصطلح ما يسمى baseline response، الاستجابة الأساسية أو الاستجابة المعيارية أو الاستجابة المقياسية التي سنعتمد عليها في المقارنة بين النتائج المختلفة التي سنحصل عليها من جميع أنواع الاختبارات. مثلا عندما أريد مثلا أن أجري اختبار البرودة لللب السني أو في اللور مولر في الفيرست في اللور فيرست مولر، فيجب أن أقوم إجراء اختبار مثلا للأبر فيرست مولر بشرط أن تكون سليمة. طبعا أخذ استجابة الأبر فيرست مولر أعتبرها استجابة مرجعية، ثم بعد ذلك أقوم باختبار السن المصاب.
فهذه الاستجابة المرجعية ضرورية لمقارنة النتائج المختلفة، وحتى يعرف المريض أن يحدد لنا إذا كان هناك اختلاف عن هذه الاستجابة المرجعية. فمثلا نقوم بإجراء اختبار البرودة على الأبر فيرست مولر كما ذكرت، فالمريض هنا يعلم ما هي الاستجابة الطبيعية، ثم أقوم بالاختبار على سن المصاب، فإذا كان هناك زيادة في الألم فسيقول المريض أن هذا السن مختلف تماما عن الاختبار الأول، وبذلك نكون قد استفدنا أيضا من رأي المريض. النتائج أو القراءات التي تؤخذ من الجهاز اللب الكهربائي أو الإلكتريك بولت تيستر حتى تكون معتمدة أو مؤكدة، يجب أن نقوم بإجراء الاختبار أتلس 2 تايمز على الأقل مرتين. الجهاز الذي قلنا أو البروب هذا الذي يركب على الجهاز ويلمس سطح السن يجب أن يغطى بمادة أساسها الماء أو أساسها البتروليوم، وبالتالي من هذه المواد الأكثر استخداما لدينا هو معجون الأسنان، يوضع على هذا الجزء قبل ملامسته لسطح السن. إذا كما ذكرت the most commonly used medium is toothpaste. أين ما هو المكان المناسب لتطبيق البروب على سطح السن؟ طبعا بعض الدراسات القديمة حسب هناك فيديوهات موجودة لجامعة ميتشيغان موجودة على اليوتيوب يقومون بإجراء الاختبار على الميد سيرفس ميد فيشل سيرفس على مركز السطح الدهليزي أو الباكل سيرفس، وبعض الدراسات تقوم أثبتت جودة استخدامه على الانسايزر سيرف، وبالتالي بالنهاية يجب أن يطبق على السطح الباكل سيرفس سواء كان في الميد سيرف أو الانسايزر سيرف. كما قلت لن تكتمل الدارة الكهربائية ولن يبدأ سريان أو جريان التيار الكهربائي داخل السن إلا بعد أن نقوم بوضع الكلب على الشفة والبروب على سطح السن. وفي الحالات التي لا يوجد فيها لب الكلب يجب أن يقوم المريض بمسك التست بروب بيده حتى يكتمل سريان الدارة الكهربائية. إلى متى متى سنتوقف عن إجراء الاختبار وسنسجل القراءة؟ يجب أن يبدأ يشعر المريض بـ tingling sensation أو warming sensation، إحساس بالوخز أو إحساس بالwarming اللي هي ارتفاع درجة الحرارة أو إحساس بالسخونة. في هذه الحالة يسجل القراءة التي وصلنا إليها على الجهاز، ثم نتوقف عن إكمال الاختبار أو ينتهي الاختبار في هذه الحالة. الآن سأنتقل قليلا إلى صورة هنا لأتحدث عن ما يسمى bridging technique، أي ما هي قلنا هذا يسمى direct contact ولكن هناك ما يسمى bridging. البريدجينج لنتخيل أن هذا السن مثلا عليه كراون ولدينا هنا نقطة صغيرة تحت الكراون بين الجنجيفا والكراون مكشوفة، في هذا المكان لا أستطيع أن أطبق هذا الجهاز، ولذلك أخذ tip of endo explorer وأضعها على النسوجين السليمة طبعا بعد الدهن أو طلي أما يسمى coating للendo explorer بالtoothpaste أو معجون الأسنان، ثم أضعه على هذا الجزء، ثم آتي برائز اللب الكهربائي لهذا الجهاز وألمس به طرف البروب، وبالتالي ينتقل التيار الكهربائي من الجهاز إلى الإكسبلورر الذي وضعته هنا، وبالتالي تكتمل الدارة ونحصل على قراءة جديدة للإلكتريك بولت تيستر. الريسنسيتيفيتي إجراء اختبار حساسية التقنيات الثلاثة التي هي الكول تيست والهيت تيست والكولتست والإلكتريك بولتست، كانت النتائج أن السنسيفيتي أو ما يسمى هي ما هو تعريف السنسيفيتي بالأساس؟ السنسيفيتي هي the ability of a test to identify teeth that are diseased، قدرة الاختبار على تحديد من هو السن المصاب، كانت الدقة 83% لصالح الكولتست، 86% لصالح الهيتست، و 72% لصالح الإلكتريك بولت تيست. طبعا ان الإلكتريك بولت تيست لا يحدد كما قلنا حالة مرضية، انما يحدد وجود vital nerves fibers or nerve fibers. في نهاية المحاضرة اتمنى ان اكون قد لخصت بشكل سريع موضوع الإلكتريك بولت تيست. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.